زملاء في الكنترول، تحية لمصطفى السني على هذه الأغنية الجميلة. أتواصل معكم وأولى ضيفاتنا في هذه الحلقة من صباح الشروق، نتحدث عن مجال التكنولوجيا. إذا كان واحد من المجالات اللي أنت بتحبها ومهتم جدا بها ممكن تبدع، باعتبار أنه مجال غزير جدا ودائما في تطور مضطرد، يعني مع استمرار الحياة والاكتشافات الكثيرة وكثير من الإشراقات اللي ممكن يقدموها شباب سودانيين عشان يخدموا البشرية والإنسانية ويشاركوا في فعاليات أيضا يقدموا بها السودان كما يجب أن يقدم. الأهم من كده التفكير الاستباقي لشبابنا. يعني كثير مننا لما ندخل في مشروعات، في مبادرات، في منظمات، دايما بتبادر لذهن انه الزول ده خلاص قرأ الجامعة ويتخرج، لكن ضيفة اليوم هي يعني طالبة شهادة سودانية وعندها يعني منظمة مهمة جدا بتعمل في تطوير قدرات الشباب في التكنولوجيا من عمر 14 سنة ل 18 سنة. احنا بنرحب بسارة المصباح، وهي مشاركة في واحدة من المسابقات المهمة جدا، فيرس جلوبال، وهتكلمنا عن المسابقة دي وكيف بيتم لها التنظيم عبر يعني مجموعة من الشباب. احنا بنرحب بك، بنقول لك صباح الخير يا سارة. صباح النور، حبيك في قناة الشروق. شكرا لكم على الاستضافة وكذا. أول مرة تسهر في التلفزيون؟ لا، ما أول مرة. تمام، كان طيب كتير قبل خبرة يعني. في خبرة كويسة. طيب طيب نعرف الناس عن المسابقة فيرس جلوبال. هي فيرس جلوبال، هي أصلا منظمة عالمية بتهتم بالمجال بتاع الروبوتات. فعندهم يعني مسابقات بنظموها للأعمار المختلفة. عندهم مسابقة للأعمار الصغيرة لحد 14 سنة، من 7 سنة لحد 14 سنة، ومن 14 سنة لحد 18 سنة اللي هي احنا مشاركين فيها كتيم السودان السنة دي. وعندنا مسابقة أكبر من كده، من يعني من 18 سنة والناس صارعة، فديك يعني كل واحدة أكبر من الثانية. ممتاز. تمام. فاحنا المسابقة حقتنا اسمها First Global Challenge، اللي هو هي مش مسابقة، هو تحدي يعني. فالناس يعني مجرد الشرف بتاع المسابقة انه احنا شاركنا في المسابقة ومثلنا دولتنا والسودان وكده، حاجة جميلة طبعا، حاجة جميلة شديد يعني. ويكون فيها اطفال، يعني هم اطفال وماشيين لسن النضوج يعني. اطفال اي نعم. طيب خلينا برضو نتكلم عن المشاركات، الجهات المنظمة للمسابقة، وكيف بيتم التعامل والتعاون بيناتكم، وكيف بيدعموكم كشباب؟ طيب، هم عندهم في كل دولة يعني زول في السودان هنا مثلا هو بارتنر بتاعه، هم بيكلموه بيقول له شوف لنا التيم وكده. ففي البارتنر هنا في السودان اسمه أستاذ فيصل، جزاه الله خير بجد يعني، واقف معانا التحية. نعم. فبيشوف، بيختار من الشباب، بيختار السي فيز بتاعت الناس، كل زول بيقدم السي في بتاعه، بيختار أفضل ناس. تمام. فهي الحكاية لازم يكون يعني الأفراد بتاعين التيم أقصى حاجة 5، ومعاهم 2 مشرفين. الاثنين المشرفين بيتم اختيارهم أول، يعني بتتقدم سيفيات لناس أكبر من 18 سنة. هم معانا، فالمشرفين بتاعين هم منتورز يعني، بس للحكاية إن هم يدعمونا تكنيكال وفي الجوانب الثانية. تمام. بيتم الاختيار بتاعهم، حتى بعد ذاك بيشوفوا سي فيز لناس ثانية. يتقدم السنة دي أكثر من كم، 60 سي في، طلعوا منهم 5 اللي هم إحنا في التيم. يلا، بعد ما تم اختيار التيم بيتم جمعهم بالبارتنر ذاته، عشان بعد ذاك يشرح لهم الفكرة بتاعت المسابقة والطريقة بتاعت السفر، هي حتقام في دبي. فبعد ذاك الناس بتبدأ تشتغل على الروبوت. بعد ما هم يرسلوا لنا حاجات، هم بيرسلوا كيت كاملة، صندوق كده بتاع أدوات، يكون ادوات يعني مسامير وحديد وحاجات زي دي عشان تعملوا بالروبوت، عشان نعمل الروبوت بتاعنا. فهم بيرسلوها لنا واحنا بنستلمها هنا في السودان. طبعا بتتفاوت الفتره بتاعت الاستلام من كل دوله لدوله. ايوه. فاحنا في السودان هنا استلمناها قبل مواعيد كويسه، يعني قبل زي شهر من الان استلمنا الكيت بتاعتنا وبدأنا نشتغل فيها وماشيين كويس الحمد لله. ان شاء الله. تمام. طيب يا سارة، النوع ده من المسابقات مسابقة كبيرة وعالمية، والتنافس فيها حيكون يعني برضو كبير. صعب شديد وتحدي كبير يعني. مؤكد انت كان عندك جزء من الخبرة في المجال ده، يعني مش شغف بس، لكن في حاجات بتكوني نفذتيها، في مشاريع قبل كده عملتيها، في أيام اشتغلتي معها كده. ورينا سارة قبل فيرس جلوبال عملت شنو قبل المسابقة دي. والله هو ما انا براي يعني، احنا كلنا كتيم، احنا تو اصحاب والله، دفعه في المدرسه والله، احنا كنا دفعه في المدرسه يعني. ان شاء الله كلنا. هم منو منو؟ نقولهم سريع عشان ما يقول لك بعد ما سلمت علينا. مؤمن ده البروجرامر بتاعنا، ومعنا عمر ده التيم كابتن، ودانيا ديزاينر،
وإلاف هي الميكان يعني بتشتغل الشغل الميكانيكي، وانا السبوكس بيرسون المتحدث الرسمي باسم الفريق. كويس تمام. فاحنا كلنا كان عندنا يعني الخلفيه دي. هو اصلا احنا مطالعين من انستتيوشن هنا في السودان اسمها مدارس الموهبه والتميز، فهي اصلا بتغرس فينا الحاجه دي من احنا صغار. يعني من احنا سنه رابع احنا بناخد روبوتات في المدرسه، يعني عندنا يعني مقرر عديد، حتى في تامن يعني في الشهاده اي حتى في تامن في الشهاده بنتحنى فيها. لحد ما مشينا الثانوي بيطوروا الادوات ذاتها يعني، وبيحببونا في المجال ده. حتى يعني كانت عندنا في جامعة السودان عندنا خيمة في أسبوع المهندس، وفي جامعة الخرطوم دي مشاركات بتاعت طلاب المدارس الموهبة والتميز. فبتلقى الناس كلها عندها أصلاً الأبيليتي أنها تعمل حاجة زي دي. أي فإحنا أصلاً كلنا يعني كلنا تقريباً شاركنا في أسبوع المهندس بتاع جامعة السودان. حتى كان لقيتهم وشفت المشاريع بتاعتهم وكذا. وفي جامعة الخرطوم كان أنا ما قدرت أمشي بس، لكن هم كلهم كانوا مشاركين حتى باختراعاتهم. عندنا إلاف عندها براءة اختراع هنا في السودان ما شاء الله. أي ودانيا برضو عندها اختراع، لكن بس ما قدرت تسجل الملكية الفكرية وكذا. حتى مؤمن برضو عندها اختراع ما شاء الله. فهم أصلا يعني ده مجالنا، أو هي يعني هي كهواية أو أسلوب حياة عديل يعني. اهتمام وتم تطويره من قبل المدرسة. مدارس المواهب الحكومية. أي. لكن أنت في الشهادة السودانية ما قدمتي لهندسة. ما قدمت هندسة. حاجة تانية. يعني أنا توقعت إنك تقول لي أنا مشيت كلية الهندسة المتعلقة بالتصنيع الروبوتات وكذا. أيوة يعني أنا شفت إنه ممكن الزول يطور الحاجات دي بطريقة تانية. يعني المجال ده هو مجال داخل في أي حاجة في العالم. تطبيقات واسعة طبعا. أيوة تطبيقات واسعة شديد، وما في مجال ما داخل فيه يعني. فزول لما يدخل أي جامعة هيحتاج هيشوف إنه هو محتاج المجال ده. فاحنا بالطريقه اللي نقدر ندخل المجال ده في المجالات الثانيه يعني ندمجه مع المجالات الثانيه ونطور المجالات الثانيه عن طريقه يعني في الطب في الهندسه وغيره من المجالات. ممتاز. طيب المجالات. المشروع اللي انتم حتنفذوه، هل عملتوا ماده بحثيه؟ يعني هل شفتوا مثلا ومادتكم البحثيه هل استند على السودان؟ يعني احنا محتاجين الروبوتات دي تدخل في مجال عشان تسهل حياه الناس في السودان، ولا نظرتوا بنظره عامه للعالم هو وصل وين في العلم ده وواكبته؟ والله هو يعني هم بيرسلوا لنا الثيم عديل، يعني بيقول لنا المسابقه السنه دي عن كده في مواضيع محدده يعني. ايوه موضوع محدد بدون يعني الهدف بتاع الروبوت، بعد ذاك التصميم بتاعه مفتوح يعني. فالمسابقه بتاعت السنه دي الثيم بتاع السنه دي اسمه اوشن اوبورتونيتيز، اللي هو هي اللي هم كل سنه بيسلطوا الضوء على فكره معينه. فالسنه دي ايوه السنه دي مسلطين الضوء على فكره انه المحيطات ملوثه، لازم احنا يعني نساعد في المحيطات ملوثه يعني المويه احنا بنشربها مساحه البيئه صحيح. بالضبط، وبالذات الموضوع بتاع المياه. فهم الروبوت السنه دي مفترض يعني يتصمم على انه يرفع كور، الكور دي هي باعتبارها زي الملوثات، يرفع الكور يوديها حته معينه. فكل حته هو بوديها لها فيها نقاط، هو زي برج كده فيه ثلاثه طوابق، كل طابق تصميمكم انتم الخاص بكم. لا هو يعني كده دي الفكره العامه بتاع المسابقه، بعد ذاك كل زول يعني بيصمم الروبوت على انه هو يعمل الهدف ده ايوه بطريقه معينه، يعني هو الطريقه اللي هو عايزها. كلكم بتكونوا عارفين يعني كل زول مصمم بطريقه عشان تخلص من التلوث، عشان اصحاح البيئي. طيب انتم متوقعين اي نتيجه يعني بعد ذاك؟ يعني متخيل منو من الناس اللي ممكن يكون الريبرتو بتاعه هو الناجح في الفكره بتاعتكم في تطويرها في المشاركه طبعا في المسابقه؟ يلا هو احنا بنشارك كلنا كتيم في بنفس الروبوت تمام. بعد ذاك يلا المنافسه بتكون بين الدول. هم تقريبا اكثر من 170 دوله مشاركين في الحته دي في المسابقه دي. يعني انت انا ببساطه تعبتوا في الموضوع ده ومنتظرين نتيجه كويسه؟ اي تعبنا شديد والله. وبصراحه بنقعد يعني وبنساهر بالليل يعني عشان احنا نقدر نشتغل، والفكره بنعملها وبعد ما نظبطها نقدر نلقاها ما ظابطه وبتاع. والمهم يعني بنشتغل شغالين كويس شديد. النوع ده من العلوم عشان يكون يعني مجدي وذو فائده، هو الفكره الاساسيه من الروبوتات دي ان هي تقلل الوقت والمجهود يعني اللي بيبذلوه البشر يعني. فبالتالي التكلفه لو بقت عاليه ما حتكون حلينا المشكله. بالتالي المواد اللي بتستخدم في الروبوتات دي برضه المفروض تكون مواد جودتها بسيطة. عاليه لكن تكلفتها برضه بسيطه. الحاجات دي كلها انتم كنتوا بتدرسوها في المدرسه يعني هو اهتمام، لكن هل كان في جرعات بدوكم ليها عشان انه الفائده الاقتصاديه الفعليه من الروبوتات دي ممكن تكون شنو؟ هم يعني كان المقرر بيسلط الضوء على النقاط دي بصوره بسيطه يعني من فوق بس، بعد ذاك الزول هو لو جاي يتعمق في المقرر بيلقى انه فعلا هم قاصدين كده. بعدين حتى البروجكتس اللي احنا بنعملها في المدرسه وكده
كان عندها علاقة بالموضوع ده. نفذتوا كم مشروع تقريبا في المدرسة؟ كثير كثير، احنا كان كل حصة ممكن نعمل مشروع او كذا. اكثر حاجة كانت مبهرة بالنسبة ليكم ولناس المدرسة كانت شنو؟ يعني هو في اختراعات احنا بنعملها، هو الباب مفتوح بعد ذاك، الزول عايز يعمل حاجة بيعملها. هم كان بدون هدف معين، احنا نعمل له الروبوت وبعد ذاك احنا بنصمم الروبوت عليه. طيب انا يعني اقوم اقول لك كذا كلام اضافه لكلام احمد سريع. اذا يعني ساره الان هي دايره تعمل ريبورت مساعده كذا في الحياه، اكثر حاجه بتميلي لها شنو؟ والله هو الموضوع فعلا بتاع الموضوع بتاع اصحاح البيئه كده مثلا، يعني كذا في البيت كده لو يعني سرحت بخيالك يعني شايف النقطه دي كويسه. اصحاح البيئه بجد يعني عندنا مشكله بتاعت النفايات في الروبوتات، تخلصنا من النفايات دي. دي حاجه جميله شديد فعلا. يعني في ناس تاني يعني انا بسمع بعض البنات بقول لك انا والله لو لقيت لي ريبورت كده للنظافه اصحى من الصبح كده قلبي نظيف مثلا. ايوه يمكن دي من الملاطفات في الموضوع يعني. ايوه صح. لكن برضو كده يعني السؤال خليناه معلق بعد يعني مداخله منى، نرجع له ثاني. شنو الروبوتات اللي انتم عملتوها كانت مبهره يعني بالنسبه لناس المدرسه، وهل هي نماذج بس ولا ممكن تطبق المهمه بتاعتها مباشره؟ هي والله هي ما بتكون روبوتات كبيره، يعني المساحه بتاعتها كبيره، فما بيقدر يعمل عمل، يعني هي بس كفكره بدائيه كتالوج يعني او نموذج. بس نموذج يعني بتاع الفكره، بعد ذاك يعني ممكن زول يلقى جهه تدعمه عشان يقدر ينفذ المشروع بتاعه، لانه عملته زي شنو فياته مجال مثلا عملت روبوت؟ مثلا كان في مشروع اللي هو يعني يتعمل بكم صوره في المدرسه، اللي هو يعني اشاره مرور اشاره مرور ذكيه تمام. وفي واحده كده يعني مشروع كان انه بالضوء، اللي هو لما الشمس تجي يقوم الاشارات المرور او الاضاءه بتاعت الشارع، مش اشارات المرور، الاضاءه بتاعت الشارع تقيف اول ما الضوء يجي، بعدها تشتغل اول ما الليل يحل او يجي ظلام، يكون في حساسات يعني. ايوه يكون في حساسات في الوقت المناسب. ايوه طيب يا ساره، يعني خلينا برضه نتكلم عن يعني المشروعات دي. طبعا هي مشروعات مهمه، مشروع على الروبوتات دي محتاجه لدعم كبير جدا، محتاجه لاقناع. منو ممكن يعمل معاكم شراكات ويدعمكم في مشاريع زي دي يعني، اذا الان او مستقبلا بتفكروا في جهات معينه؟ احنا حاليا ما فكرنا في جهه بعينها، احنا بنشوف جهه بتشوفنا. ايوه احنا بنشتغل حاليا. يلا احنا عندنا منظمه حاليا مفكرين نعمل المنظمه بتاعتنا دي، بدينا فعلا الفاونديشن بتاعها اللي هي حنسميها منظمه بيلسان، حيكون معانا فيها. ما سجلتوها لسه؟ ولا سجلت؟ احنا والله ده شغل ما حقنا يعني، بنشوف الاستاذ فيصل اللي هو المشرف علينا ده. فاحنا عايزين نعمل يعني منظمه بتاعت روبوتات هنا في السودان، تكون بتدعم المجال ده وبتشوف الناس دي، حتى بعدين لما يعني مشاركات السودان في السنوات الجايه في فيرست جلوبال، يعني نكون احنا داعمين التصويت بالنسبه لها، وتكون مدعومه وكل السودانيين يشوفوها. وكل السودانيين. طيب بتعلنوا عنها كيف؟ في السوشيال ميديا ولا عندكم صفحه خاصه في الفيسبوك؟ عندنا حاليا صفحه في فيسبوك وفي تويتر وفي انستغرام. ممتاز. وعندنا ويب سايت، وحتى منزلين الرقم بتاعنا في صفحه الفيسبوك. فوالله احنا حاليا فتحنا صفحه قبل اقل من شهر، يعني لقينا 2K لايك لحد الان. تمام والله تفاعل كبير. طبعا الناس التكنولوجيا فالسوشيال ميديا بالنسبه لكم تكون صعبه يعني. طيب احنا يعني الايام دي الناس يعني كلنا في السودان متفائلين بشكل ايجابي كبير يعني بعد التغيير والحكومه المدنيه، وانه السودان المفروض يبنوه الشباب. يعني حنبنيه دي مش اصحاح بيئه بس، يعني مش أي عامله بس، حنبنيه دي بالافكار برضه بتاعت الشباب. في مواضيع اساسيه هي مشاكل السودان بتكون عارفينها يعني انتم، المشاكل الاقتصاديه مثلا، عندنا مشاكل في توزيع الوقود، الدقيق والقمح وغيره. الحاجات دي هل ممكن تكون في تطبيقات لها؟ يعني ممكن تكون في روبوتات بتكلفه انشاء تكون بسيطه، تحل المشكله بتاعت الرقابه بتاعت التوزيع، يكون عندها مساهمه في ازمات السودان دي. هل فكرتوا في موضوع زي ده والله حتفكروا فيه بعد الحلقه؟ احنا حاليا يعني شغالين فعلا حاليا في الموضوع بتاع المسابقه، احنا مسلطين كل تعبنا على الموضوع بتاع المسابقه، لكن عايزين نشوف المواضيع دي بعد ما نجي من المسابقه راجعين ونفضل المواضيع دي. احنا حاليا هدفنا ان احنا لما نمشي هناك بيكون في زي معرض صغير كده، فاحنا دايرين يعني اللي هو نعرف الناس باحنا السودان، احنا الدوله المدنيه حاليا يعني حتقوم. احنا كان عندنا ثوره يا جماعه، احنا الجيل الراكب راس، احنا الجيل الراكب راس، حنبنيه برضه حنبنيه. يا ساره يا سلام علي، مشروعكم ده مشروع جميل جدا. شكرا. يعني انا دار اشوف في النهايه كسؤال اخير كده، يعني مشاركه الجنس اللطيفه والبنات في هذا النوع من يعني المبادرات
وده شغل صعب يعني، محتاج مجهود، ومعروف انه حواها يعني ما يعني دايما بتكون بتقدر على المهام الشاقة. انتوا عملتوا اختلاف في الحاجة دي، وورينا قدر شنو بعد بيشاركوا في المشاريع زي دي. هو والله مشاركة البنات في المشاريع زي دي تلقيهم بيكشوا منها، يعني يشوفوا انه الموضوع صعب واحنا بنات وما بنقدر على الحاجات دي، في حين انه يعني حواء قوتها يعني ما بتضيف، يعني ممكن عادي تعمل حاجات الرجال ما بيقدروا عليها. صحيح. تمام. فاحنا حاليا كتيم مكون من اولاد وبنات، احنا عارفين يعني اللي هي احنا بصمتنا شنو في الموضوع، واحنا محتاجيننا. احنا مرات يعني بنجي بندعمهم بالافكار، بنشتغل معاهم، شغالين زي يوم واحد يعني. تمام. حتى بعدك في حاجات يعني لما تغلبنا بنجي نرجع لهم، هم بيساعدونا فيها او احنا بنساعدهم في حاجات. يعني احنا حاليا شغالين كده كتيم متكامل. صحيح. ايوه تيم ورك اهم حاجه. بعدين مقسمين المهام بيناتنا، حتى احنا فكرنا في الموضوع ده قبل فتره انه احنا دايرين نعمل يعني دوكيومنتري عديل عن انه البنات، حتى في اتيام في فرق تانية مثلا تيم انديا كلهم بنات، في اتيام كلها بنات، دايرين نشوف الاثر شنو. بعد ذاك حنجي حننزل الموضوع ده، حنتكلم عنه كثير في صفحاتنا بتاعت السوشيال ميديا ان شاء الله. اشتغلنا قرب شق الصف الوطني بتاع التيم، لكن كويس انك تكتبي انه احنا كتيم متكامل كده مع بعض. كلمة أخيرة كده للمدرسة، مدارس المواهب، يعني زميلاتك في المدرسة وللمعلمين برضو، يعني نازل قدر شو يتحدوا معاكم عشان تنموا الحي ده، لأنه إحنا في السودان نادر جدا يكون عندك اهتمام وتلقى جهة رسمية بترعى اهتمامك ده وتطوره لك، وبعد ذاك يبقى لك مجال يعني في المستقبل. طيب أول حاجة حوجه كلمة للسودانيين ككل اللي هم نظرتهم مختلفة لمدارس الموهبة والتميز، فبقول لهم انه يا جماعه المدارس دي هي بتدعم الزول قدر ما الناس بتتعب يعني، ومقررات كثيره وقرايه كثيره وتعب وكذا، لكن الزول بيجي بيلقى المجهود ده بعدين. صحيح. اللي هو انت بتلقى انه مواهبك اتنمت، ابرزوا لك شخصيتك، جوانب بتاع شخصيتك المختلفه، بتقدر تلقى روح بتعاملت مع ناس بتختلف يعني. ايوه طريقه تفكيرك حتى يعني بتلقى ان تفكيرك اتجه على التفكير الناقد، لانه دي حاجات زارعينها فينا من زمان. فبجد بجد يعني انا بشكر استاذه مريم حسن عمر اللي هي عامله المنظمه دي ككل كده، مدارس الموهبه والتميز، وبشكر كل الفريق العامل في المدرسه وكل الاساتذه وكل المدرسين على الحاجات اللي هم موفرينها لنا، وبجد هم يكفوا معانا شديد يعني، ولولاهم يعني ما كان وصلنا للحياه اللي احنا حاليا وصلناها بعمرنا ده يعني. بجد ما كان حاسه كنت قاعده معاكم يعني. يا سلام، احنا لك التوفيق، ويعني شكرا على هذا الاطراء، شكرا وانت ما مشهوده عليه يعني.